السلطانة. السلطانة نورهان برا. إذا ما بدك تشوفيها بقلا إنه تروح هلا وتجي بعدين. لا خليها تفوت. سلطانة جاية مشان إبراهيم؟ ما كفاكي بعتي كوبرلو وسعيد لعندي؟ هلأ جاية بنفسك مشان تقنعيني؟ مولاتي شيخ الإسلام أصدر فتوى بقتل السلطان إبراهيم وحط ابني محله. مين كتب هالفرمان؟ هو ولا أنتي؟ الوضع هلأ خطير كتير وممكن التمرد يصير بأي لحظة، وإذا السلطان إبراهيم رجع وقعد على العرش بتعرفي شو أول شي رح يعمله؟ حقلك شو رح يعمل وقتها. رح يقتلنا كلنا، أنتي وأنا ومحمد يلي ماله ذنب بشي. بترجاكي أنا بعرف إنه القرار مانو سهل بنوب، وخصوصا كونك أم. لا تنسي إنه السلطة بإيدك هلأ، وهذا القرار المفروض يطلع منك أنتي بالذات. أنتي هلأ نائبة السلطان. اطلعي لبرا، اطلعي لبرا. أمي نحن رح نموت اليوم أو بكرة، أنت شو بدك يعني ساوي؟ انطر الجلادين بغرفتي؟ ولا جنوا يحبسوني بأبو مثل عمي مصطفى؟ الله لا يقدر. ولا بدك يعني موت من خوفي؟ ما عاد فيني أتحمل. طلع فيني، طلع بعيوني واسمعني. بوعدك يا ابني ما رح اسمح لمخلوق بالكون يلمس شعره منك. اذا الجلادين بدهم يقربوا منك لازم يمرقوا فوق جستي، عم تفهم؟ عذابك ورح ترتاح من هذا الألم طول العمر. رح تطلعوني، كنت عارفان انه رح تجي لعندي وتطلعيني من هالكابوس. كنت عم استناك يا أمي، انا كنت واثق انه ما رح تتخلي عني وانه ما رح ترضي انه ابنك يعيش بهذا القبر. ما خاب ظني بنوم you
أمي؟ فعلا قديش طلعت واحد غبي. فكرت انه جاي تنقذيني، طلعتي جاي تاخدي روحي بايدك. امي اللي كانت تضحي بحالها كرمالي جاي تاخد روحي بايدها. ضميرك ما رح يخليك ترتاحي لحظه يا امي، بدعي لله تكون نهايتك مثل نهايتي، وان شاء الله تنهري وتنزلي لحتى تموتي يا امي، لانك وحده ظالمه ونهايه الظلام هي انه يموتوا قهر. بعد بعد اوعى تقربوا مني، انتوا باي حاجه انتوا سلطان مثلي يا خوانه. شو عم تستنى قتله؟ لا بعد عني، بعد عني يا خاين، ما حدا فيكن يقرب علي، ما فيك، ما فيك تقتلني، بعد عني، ياكل راح تندموا، بعد احسن لك، كلكن خونة، انا السلطان، سلطان الدولة العلية، امي، ساعديني يا امي، امي ساعديني، لا تخليهم يقتلوني. نهايتك تكون أسوأ من نهايتي يا أمي، الله ياخذ لي حقي منك، الله ما راح يسامحك على هذا الظلم. منيحة بس ما عم بقدر أخذ نفس. اللهم اجعله خير. يا أغوات تفضلي سلطانة. يسلموا الحكيمة بسرعة. بعده هيك يا أغوات ممنوع تفوتي يا خانم، لازم شوف السلطانة بعد. سلطانة شوفي سلطانة عتيقة، من شوي وصلني خبر السلطان إبراهيم للأسف انهدم. ما
السلطانة الأم، وأخيرا دولتنا العلية نفذت حكم الإعدام مثل ما أمرته. الله يرحم السلطان. آمين آمين. بس هلأ عنا معركة حقيقية مع السلطانة قسم. السلطانة ما رح تتخلى عن الوصاية على السلطة، ورح تحاول جهدها أنه تتخلص من حضرتك يا سلطانة. مزبوط، قسم ما رح تتخلى عن السلطة لو شو ما صار، بس نحن ما رح نستعجل، لازم نصبر. لساتها ما بتعرف مين السلطانة نورهان. سلطانة قسم، جاي هنيكي لأنك اليوم ربحتي المعركة. السلطنة صارت إلك، القوة والقدرة ملكك يا سلطانة، وهذا الشيء كان تمنه كتير غالي، كان تمنه حياة أمراء ما لهم ذنب بنوم، وآخرهم إخواتي يا سلطانة. بس لازم تعرفي إنه هاد العرش ممزوج بدم هالناس، ولا تفكري إنه رح تقعدي عليه بسلام يا سلطانة. رح يجي يوم أكيد وياخدوه منك. أنا رح روح ورح آخد كايا معي، وما عاد ارجع لهون ابدا. يمكن يكون هاد هو عقابك بهي الدنيا، لان على طول الظلام بيموتوا لحالهم. نحن مجبورين دائما نفكر بالمستقبل. طبيعي السلاطين ما يكون عندهم وقت انهم يحدوا، مشان هيك وكرمال دولة آل عثمان تضل عايشة، نحن منتخلى عن أولادنا إذا اضطرينا. أنا ما بدي كون سلطانة ظالمة، بدي كون سلطانة صاحبة ضمير. تتذكري هداك اليوم؟ أنستازيا، تعالي معي. Thank you.
وقتي هو عم يلفظ أنفاسه الأخيرة، وعدتي إنه تحمي سمو الأمراء من كل مكروه ممكن يواجههم. الواضح إنه ما قدرتي توفي بهالوعد. عثمان ومحمد، بيازيد، قاسم، مراد، والمسكين إبراهيم. أنا حاولت أوفي بوعدي. مزبوط، أنتي كان بدك تحميهم يا سلطانة، ولهيك قتلتيهم وحصلتي على القوة. بس هي القوة يا سلطانة حرمتك من أعز الناس، قتلتيهم. أنتي ما عشتي وجعي فلا تلوميني. أنتي شو بتعرفي؟ أنتي عشتي أسعد أيامك مع أحمد، أما أنا واجهت أصعب المؤامرات. أنا كنت وحيدة بأصعب أوقات عمري، وما كان حدا جنبي بنوب. وما كان في قدامك غير هالحل؟ كان فيكي إنه تحطيهم تحت جناحك وتكونوا سند لبعضكم يا سلطانة. بس أنتي اخترتي إنه تضلي لحالك، ولهيك قتلتيهم. حب السلطة عمالك عيونك، خلى ضميرك يموت، قتل الرحمة اللي بقلبك، وحرمك من أجمل ما عندك، وحرمك كمان من براءتك. قلتي براءتي؟ قوتك هي اللي خنقتك يا قسم، وخلتك تسممي روحك. انتي كنتي الفرحة الأولى عند أمك، والقريبة من أبوكي، وحبيبة قلب أختك. كنتي زهرة بمدينتك، تعطي حب وحنان لكل الناس هونيك. كنتي مصدر فرح للكل. بس هلأ انتي ظالمة ومجرمة كمان يا قسم. أنا ماني مجرمة. بلا يا قسم، مو مزبوط. أنتي مجرمة، قتلتي ابنك يا قسم. لا مجرمة. لا لا، أنتي قتلتي ابنك. هص، قتلتي ابنك إبراهيم. مو مزبوط هالشي. أنتي وحدة مجرمة. رسي. أنتي وحدة قاتلة. عملك خسي. قتلتي ابنك يا قسم. رسي. سلطانة خير؟ الجارية شو عم تعمل هون؟ حاولت تقتلك شي؟ هاي مانا جارية، هاي أنستازيا. قالت لي إني قتلت ابني وإني وحدة مجرمة. سلطانة اهدي شوي، بترجاكي. الله يخليكي لا تخوفين عليكي. شوفي سلطانة، هاي وحدة من الجوارية اللي تحت خدمتك. سلطانة، كان خيال مو أكتر. طيب وقتلي لإبراهيم خيال؟ ابني بإيدي قتلته ومانو خيال.
السلطانة؟ يسعد صباحك. مولانا اليوم رح يشارك بأول ديوان إله، وإلي الشرف كون معه يا سلطانة. أنا كتير فخورة فيك يا روحي. متذكر شو حكينا ما هيك؟ إيه طبعاً، محمد باشا حفظني إياه كتير منيح. إيه عاد؟ معناته خليني اسمع شو رح تحكي. أنا أنهيت وصاية السلطانة الأم الأكبر السلطانة قسم عن السلطنة، ومن هون ورايح رح تنتقل لوالدتي السلطانة نورهان. كل المسؤوليات. كل المسؤوليات. عظيم. محمد ابني البطل، اليوم الكل رح يوقف بوش قرارك، وبالذات السلطانة قسم. رح تحاول تخوفك وتخليك تتراجع لا تورجيها إنك ضعيف أبداً، وإياك تتراجع، خليك قوي لو شو ما صار. فهمت علي؟ الله يحميك يا ابني. يلا روح بلا ما تتأخر. دستور حضرة السلطانة الأم السلطانة قسم. اجتماع الديوان بدي الكل يسمع بالشي اللي رح قوله. أنا اتخذت قرار مهم ولازم كلكم تعرفوه. دستور حضرة السلطان الأم نائبة السلطنة السلطانة قسم. مولاتي السلطانة؟ حبيبي أنت ارجع على أوضتك، أنا رح تابع الديوان بنفسي. بس في قرار مهم لازم يعرفوه. طيب مثل ما بدك. سلطانة حضرتك قطعتي ديوان موجود في مولانا وقعدتي على عرشه كمان يا سلطانة، وهذا بيعني مخالف لقواعد الديوان. مزبوط يا سلطانة، تصرفك مخالف للأصول، واسمحي لي قلك أنه غير مقبول أبدا. مو أنتوا اللي رح تعلموني الأصول. الظاهر أنتوا نسيتوا كيف تحكوا مع أسيادكم. الدولة هلأ تحت وصايتي، وبقدر بأي وقت قاطع الديوان وفوت. بعدين كيف أنتوا بتجتمعوا بالديوان من دون علمي يا بشوات، وبتتآمروا علي وبتحاولوا تنهوا وصايتي؟ مزبوط هالشي يا باشا؟ هذا هو القرار يلي بده يقوله مولانا؟ شو يا بشوات ليش سكتوا؟ مو لهيك اجتمعتوا؟ بالأول رح تنهوا وصايتي على السلطة، وبعد فترة رح تطلبوا فرمان مشان تقتلوني، مو هيك؟
كمان عندكن هوس بقتل السلطانة. أنا عاصرت 4 سلاطين واستمريت بالسلطنة كل هالسنوات. اوعى تفكروا انه بتقدروا تقضوا علي بهالسهولة. فلا تحاولوا. ما حدا بيتجرأ يقتلك سلطانة. بيتجرأوا يا باشا بيتجرأوا، بس ما رح يقدروا يوصلوا لمرادهم. أنا بكون السلطانة الأم قسم، أقوى سلطانة على وش الأرض. أوعى تفكروا أنه أنتوا والحية نورهان بتقدروا توصلوا لهدفكم. روحوا وقولوا لسلطانتكم شو صار بالديوان، وقولوا لحلمة ما رح يتحقق، وإلا بخلي حفيدي يربى من دون أم. يلا انصرفوا.